ميسان، مفهوم التنمر هو مصطلح خلينا نقول او مفهوم انتشر كثير بالاونه الاخيره، خاصه بمواقع التواصل الاجتماعي، قدر يدخل على البيوت من خلال طبعا الانترنت، ايضا من خلال كثير مشاهد عم نمر فيها. كيف اذا كان التنمر وصل لاطفالنا واولادنا، اثار سلبيه جدا عم نلاحظها من خلال ايضا التعامل. ممكن يكون التنمر هو حاله نقل من المدرسه إلى خارج المدرسة على البيت، أو من البيت للمدرسة ضمن الأقران. يعني أكيد هدول تفاصيل وأسئلة كثيرة نحن ممكن نسألها أو مشاهدينا هلا يسألوا عنها، حجاوبنا عليها الأخصائية الاجتماعية والتربوية رولا بريمو. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. سعد صباحك فيكم. يا هلا نعم رولا، يا ترى السؤال، هل هو التنمر خرج من بيوتنا أم دخل على بيوتنا؟ دغري هيك نبدأ. يعني التنمر هو مثل ما حكيتي حضرتك سلوك عدائي بيمارسه الأقوى على الأضعف. هلا خرج بالحقيقة أنا برأيي من بيوتنا، لأنه الطفل أول دائرة هو بيعيش فيها هي البيت. فالتنمر يعني نحن في كتير تصرفات بحياتنا ما كنا نقول انه عنوانها التنمر، بس هلا صرنا نعرف انه هي شكل من اشكال التنمر. فنحن بالبيت وقت الكبير بيمارس سلطته على الطفل بطريقه خاطئه، بتكون هي سيطره او ممارسه التنمر من الاقوى على الاضعف. نعم. فهذا الضعيف يلي تمارس عليه التنمر داخل الاسره، وقت يطلع لبرا ويصير على احتكاك مع اي شخص اضعف منه، نعم، فهو رح يمارس نفس الممارسه عليه. اذا الفكره انه الاقوى على الاضعف. نعم. فكل شخص تمارس عليه التنمر وقت بيقابل اي حدا اضعف منه فهو رح يمارس عليه التنمر. تنتقل هي الحاله اكيد. والتنمر هو يعني له اشكال كثيره، في تنمر جسدي، في لفظي، يعني في شغلات نحن بنسميها المزح. بالحقيقه المزح كثير من الاحيان هو نوع من انواع التنمر، لانه المزح غالبا بيضحك الشخص يلي هو عم بيمزح وبيأذي الاخر وبيأذي الشخص اللي عم يتمارس عليه المزح. هلا ممكن يكون مضحك للاشخاص المحيطين، بس هو الشخص يلي المزح معه، نعم، هو شكل من اشكال التنمر. نعم. لاحظوا انه هو بعدين رح يعمل نفس الشيء يلي انعمل معه مع حدا تاني. نعم. لذلك هي دائره مغلقه عم ندور فيها. المزح هو نوع من انواع التنمر، وفي كثير شغلات يعني في اشكال كثير بحياتنا نحن ما لنا عرفانين انه فعلا هي تنمر. مدام رولا، يعني ايضا يمكن حطت ايدها ميسان مدام على الوجع. احيانا المزح مؤذي، المزح جدا، وبكون يعني ما بين المزح والجد تشتفي القلوب. يعني تمام. يعني تمام. تحت هذا الشعار وتحت هذا البند، ويمكن الاطفال، خلينا نقص بما انه نحن موضوعنا عن الاطفال، انه اي كنت عم بمزح معه، هو ضرب رفيقه وهو سبه تحت شعار المزح. تمام. قديش لازم حتى الاهالي هون ينتبهوا لهيدي الفكره، حتى بالبيت ما يمزحوا مع بعض قدام الولد. تمام تمام. يعني هلا نحن حتى الكبير في عنوان كثير مهم، انه نحن بدنا نعامل الطفل ككبير. يعني نحن دائما بنعامله كشخص ما بيفهم، هو كثير بيفهم الطفل وكثير بيدرك وكثير بيخزن، بعدين بتطلع معه هالتصرفات مع حدا اضعف منه، لانه هو ما رح يقدر يمزح مع ابوه، بس بيروح بيمزح مع شخص ثاني. فنحن بدنا ننتبه على تصرفاتنا، لأنه هي عم تعطي آثار سلبية كتير كبيرة لبعدين. نعم. اتفضلوا. لا نعم، كيف حديثك؟ نكمل. يعني ما بعرف، رجعت ضاعت الفكره. تمام. يعني اثار سلبيه، يمكن كثير اثار سلبيه، لانه هو الشخص يعني الشيء اللي عم بيتمارس عليه عن جد انه ضاعت الفكره. طيب رح نسال سؤال، انه يمكن بيسالوه الاهل اللي عندهم طفل متنمر، بيقولوا يا ترى ليش انا ابني مزعوجين منه الاخرين؟ ليش انا طفلي متنمر؟ ليش ابن الجيران متضايق من ابني؟ ليش رفقاتي او الانسه بالمدرسه عم تقول لي تعي شوفي ابنك طفل متنمر عم يزعج الاخرين؟ تمام. شو السبب؟ السبب انه نحن رجعنا لفكره انه الاهل بيفكروا الابن ماله منتبه. هلا مثلا كثير احيانا
احيانا بصبحيه للام مع اختها مع جارتها مع اي حدا، ممكن يكونوا عم بيتناولوا حدا بحديثهم بطريقه فيها تنمر. الطفل سمعان القصه وعم يكتسب هذا الشيء، وهو مين الايدل تبعه يعني مين النموذج تبعه؟ ابو امه. فهو وقت اللي بده يشوف بده يعجب بامه بالطريقه اللي عم تحكي فيها وبالسلطه يلي هي فيها. عجبته الفكره، عجبته كثير الفكره، فهو رح يروح يعمل هالشيء وهو فخور بنفسه. يعني وقت بتيجي الام بتقول منين جايب هالافكار ابني، مدام مو جايبها من حدا غريب، هو عم بيعيشها. فالفكره انه نحن نتعامل بقى من هلا ورايح باحترام كثير مع ابننا لفكره. يعني نحن لازم نؤمن انه الطفل ما نو كائن غير واعي، هو كائن جاهل لانه لسه ما تعلم على حياتنا، ما تعلم نماذجنا، بس هو ما عم بيتعلم بس من الكلام اللي نحن عم نوجه له اياه، هو عم يتعلم من كل شيء عم بيشوفه حواليه، من المشاهدات، من التصرفات. يعني وقت اللي الاخوات الكبار مع بعضهم بيمزحوا الصغير عم بيشوف، فمن المشاهدات اللي عم بيشوفها هو اللي عم بيطلع فيها برات البيت. فنحن البيت يلي بدنا نبدا نشتغل فيه بطريقه كثير واعيه لحتى يطلع الطفل واثق من نفسه. يعني هلا اذا انتقلنا لفكره ثانيه من التنمر، انه كيف انا بدي احمي ابني من التنمر؟ يعني انا تعرضت من اسبوع انه اهل عم يشكوا في رفيقه عم بيقول له هيك لابني، وانا زعلت كثير، وانا ما بدي ابني انه يسيء لغيره. نحن ما عم نطلب من الولد يسيء لغيره على مبدا اللي بيضربك اضربه، بس هو لازم يكون متسلح بثقه بنفسه يقدر يواجه هذا التنمر اللي عم يعيشه برا. لازم. طب كيف؟ شو الاليه؟ تمام. هلا مثل المثال كثير بسيط لحتى الاهل يقتنعوا معنا، وقت بيقولوا لك وراء كل رجل عظيم امراه، الرجل اللي بيطلع من بيته كثير رايق وكثير هادي ومطمن باله، ويعني بكل الامور، ونفس الشيء المراه على كل حال. صحيح. وقت بتسكري باب بيتك وحضرتك كثير مرتاحه وكثير مطمنه، فيكي تبدعي برات البيت. والطفل وقت بيطلع من البيت كثير متسلح بثقه بنفسه وبقدره على مواجهه هذا المجتمع، هو بيقدر يواجه ساعتها التنمر. بس بينما وقت نحن بالبيت نحن إيه انت بتفهم، خلص انت ما بتفهم، خلص عود، هذا الصريخ اللي بنصرخه هذا اكبر واسوأ سلاح بنمارسه مع اولادنا. الضبع، تعرفوا الضبع؟ طبعا. الضبع شو السلاح تبعه؟ الضبع بفنجر عيونه، بفريسته وبيضبطه. صح. مزبوط. نحن الصريخ اللي بنصرخه باطفالنا هو تماما هذا الضبع، بنطبعه. هذا الضبع ما بينتهي، بيكونوا الاهل مبسوطين فيه انه ضبعناه مدام هذا. صح. الضبع ما بينتهي بالمشهد اللي صار بالبيت، هذا عمل هشاشه بشخصيه الطفل. هو صار ضعيف. تماما. هو وقت بيطلع من بيته، وقت بيتسكر باب البيت، ما عاد جاهز بثقه. تماما. ما عاد جاهز بقوه. فهو اي حدا ممكن انه يرفع صوته فيه هو رح يكن مثل ما كان مستكان بالبيت. فنحن بالبيت لا، نحن بدنا نحاور ابننا ككبير. صحيح. ودرجة صوتنا ما بدها ترتفع. تمام. ليش؟ هو شو بيقول لك؟ انا بدي ابني يطلع رجال، انا بدي ابني يطلع قوي. وقت اللي ابنك بده يطلع قوي ما رح يتعلم من صوتك العالي، صوتك العالي رح يكننه. صح. ورح يضبطه. بينما وقت بتحكي معه بحوار بصير هو عنده اساس نفسي قوي ليطلع من البيت ويواجه العالم. يعني نقطة كثير مهمة حكيتيها عن جد. انا يعني بحب احكي مع حركات. الطفل هو مشروع اب ومشروع زوج ومشروع زوجة. طبيب ومشروع يعني مهندس. صبي او امرأة او بنت، نفس يعني كلهم مشاريع امها. يعني هون عملية البناء يلي هنن على عاتق الأهل كتير كبيرة. هلا بيقولوا انه نحن ليش نحن خاصين الطفل؟ لانه الطفل البنية هو عنده، هو اللي نحن تمام. يعني انا ما فيني هلا مثلا احكي عن رجل او امرأة صاروا بعمر كبير، انا ما فيني غير فيهم شيء، انتهى الموضوع. صحيح. انا بزعل، بقول لهم كن دائما لطلابي، بزعل منكم اذا الشيء اللي تمارس عليكم رح تعملوه مع اولادكم. وهلا بتابعهم اوعك هي ما بتحب العلمي، لا تدخل علمي، تدخل ادبي. هي لانه خلص يعني ما بقى في يتحمل الوضع الا لسه نضل ماشيين على نفس الوتيره. يعني بنفهم كثير شيء مهم فعلا، انه ممارسات الاهل او حتى احيانا ممارسات المدرسه او ممارسات المحيط، العائله مدرسة العائله الاكبر الشي.
كلها هي بتنعكس بشكل ايجابي او سلبي على الطفل. فنحن لازم يمكن نحمي اولادنا من انه هن يتعرضوا للتنمر وايضا نمنعهم. كيف نحن بنمنعهم؟ يعني اذا احيانا الاهل ممكن يكون في حاله انه شافوا عندهم انه ابنهم متنمر بدهم يردعوه، هن متضايقين، بجوز عم يتنمر على اخوه، بجوز عم يتنمر على اخته. طب كيف بيقدروا يردعوه الاهل بهي الحاله؟ شو هي طريقة الحوار يلي لازم يصير بين الطفل والأم يمكن؟ تمام. هلا حضرتك أخذتيني لمكان ثاني، يعني تنمر الأخ على أخوه كمان بتكون البداية من عند الأخ الأهل، إنه الكبير ماما طعمي أخوك، ماما جيب له هالشغلة لأخوك، ما إيه آخر شيء أنا ما جبته، مو أنتوا جبتوا الولد وأنا بدي ربيه، مزبوط ولا لا؟ يعني معاملة الأخوات مع بعض معاملة الند، نحن بنعطي سيطرة للكبير، اعمل له لأخوك، ساوي لأخوك، هذا صغير هذا بيقوم بصفي الصغير، صار خلص اتكالي بشكل فظيع، والكبير حس حاله انه انا وين شكلته بخصري هذا، شو لي علاقه فيه. فنحن بدنا نعامل بالمساواه، الصغير مع الكبير اثنيناتهم بدهم ياكلوا سوا، اثنيناتهم بدهم يضبوا الاكل سوا، اثنيناتهم بدهم يضبوا غرفتهم سوا. هذا العدل والمساواه بالتعامل مع الاخوات، ما بتعودي بتعطي فرصه للكبير انه يتنمر على الصغير. هذا عدم العدل هو اللي بيدفع طبعا الاحساس على الثاني. لحتى نرجع للشرح شوي، هي نقطة ضعف. يعني في فيلسوف فرنسي، حضرتك هذا فرنسي، قال اون فوس غوت، طريق خاطئ. المشاعر وقت اللي بتنكبت بتنكبت بتضل بتمشي هي مكبوتة، وقت تلاقي أول نقطة ضعف بتطلع. فلذلك هو اللي بيتنمر هو عنده مشاعر سلبية مكبوتة، عم يدور على شخص أضعف منه لحتى يطلعه. هل هو شخص قوي أو هو شخص ضعيف؟ لا، غالبا هو شخص ضعيف، لانه هو عم يدور على حدا اضعف منه. هلا هون ما فيني اقول ضعيف بالمطلق، في مقارنه، يعني يلي عم بيمارس التنمر بهاللحظه هو عنده احساس بالقوه، بس هو قبل شوي هو كان ضعيف مقارنه بشخص اقوى. عرفت؟ لذلك ما بنقول شخص قوي وشخص ضعيف، بنقول اقوى واضعف، لانه دائما عم بتكون المقارنه بين شخص ومع شخص ثاني. انا ممكن اكون ضعيفه مع شخص وقويه مع شخص ثاني. يعني ما في حاله من الاستقرار النفسي لا تمام. هي حاله مرضيه. يعني هلا انا ما عم بدخل كثير تفاصيل لانه طبيب نفسي اقدر على الحديث في هذا الموضوع. يعني عم نشوف مثلا تنمر فظيع، تنمر يعني ممكن صبيه، يعني جروبات كثير عم نشوف مثلا، يعني نحن من خلال جروباتنا. طيب انه اذا ما عجبتكم ما في داعي انه تنتقدوا، واحيانا بتكون عن جد هي كامله ما فيها شيء، مجرد ما انهم هن يصبوا غضبهم عليا، احساس بالنقص. تماما، احساس بالنقص. هلا نحن كل مشكلتنا لازم تبدا من ثقه الطفل بنفسه بالبيت، من قوه شخصيته وثقته بنفسه. هلا انا برايي بعد خبره عمر ما في شيء اسمه حدا شايف حاله، ما في حدا شايف حاله، في حدا شايف حاله أقل من الثاني فعم بيشوفه أنه شايف حاله عليه. يعني في مبدأ عالمي حبيته. إيه طبعا طبعا. هلأ مثلا بتطلعي فيني بتقلي لي أنت كتير مثلا لنفرض كتير شايفة حالك، لا أنا هيك، بس حضرتك أو عفوا حدا شايفني أعلى عم يطلع فيني من تحت، صحيح، فشافني أنه أنا شايفة حالي. عرفتي كيف؟ ما في. هلأ نحن ما منقول للولد أنه أنت مثلا حلو لحتى ما يصاب بالغرور، ما في شيء اسمه غرور بالبيت. ابنك بده يطلع بالبيت واثق من نفسه، متصالح مع شكله، لذلك وقت اللي بيختار ثيابه اتركيه يختار، ما تفرضي عليه اللبس يلي هو ما انه مقتنع فيه يقوم يطلع من البيت وهو مخجول بحاله. يعني اضعف الايمان شكل شعره، نحن بنتخانق على شكل الشعر، الولد بيعمل شعره مو حلو بس هو متصالح مع هذا الشكل، اتركيه يطلع من البيت هو متصالح مع شكله لحتى يقدر يواجه الناس صح. نعمل اسقاطات على حالنا. اذا طالعه من البيت ومالك مقتنعه باللبس اللي لابستي رح تضلي كل الوقت متوتره، وطفل نفس الشيء، خليه يطلع من البيت وهو واثق بقدراته، عارفان انه هو متصالح مع شكله، متصالح مع الحكي اللي بده يحكيه، قادر انه المجتمع يسمعه.
اسمعوا اولادكم بالبيت وقت بيحكوا، لا تسكتوهم. نحن وقت بيفوت طفل ما حدا بيوقف له، بس الطفل هو ابدا شخص انك توقفي له لحتى تعلميه انه هو يوقف للعالم. نحن بيفوت طفل من عدي عدي لا تقومي، ومين اللي بيقولها؟ الام. الام اللي عم تصغر بابنها، لا اتركيها تقوم، روحي اعملي قهوه. تمام، اتركيها تقوم وتوقف. المراهقه اللي عمرها 12 سنه يلي هي فايته وخجلانه، حواجب اعراض وما لم ساويتهم لسه، في شيء كثير بشكلها مراهقه كثير صعب. صحيح. هذا العمر بتفوت لتسلم، عدي عدي قومي ساوي لنا قهوه، خلص ليش؟ مزبوط. لا مزبوط. انا بدي او تركينا لحالنا بنتي. او ما بتخليها حتى تعطيها مساحه لتتعرف على المجتمع. تمام. الاخر اللي هو خارج نطاق. تمام. الاصدقاء تبعه يعني تبعه. فاتت بنتي اهلين ماما، برفع راسي فيها، بفتخر فيها لحتى هي تدخل بثقه تسلم على العالم. نحن بالحقيقه كاهل نحن سبب كل المشاكل. دائما بقولها بدون ما حدا يزعل مني، نحن سبب كل المشاكل. دائما كبروا ابنكم، خلي ثقته بنفسه كبيرة، حسسوه انه هو شغلة مهمة. انت بده يطلع معك، ايه بكرة بنشوف اذا خلص ما بقى يطلع معه بس شيء. وللأسف سالي يعني انه هالشغلات هي الشغلات نحن عشناها، يعني عشناها فعلا، يعني عشناها مع اهلنا، وانا بزعل منكم انتم كجيل. بس بتلاقينا للاسف باللاوعي بنعمل تصرفات من هي التصرفات وبنندم عليها اخر الليل. ما بقى بدي لاوعي، ما بقى بدي لاوعي، طالما انه صار في عندي وسائل اني انا اعرف انه هدول التصرفات غلط، ما بقى بدي شيء باللاوعي، بدي شيء كله بالوعي. يمكن مرحله النضج ميسان احيانا تخرجي فيها عن تربيتك، اكيد مو التربيه فيها شويه سلبيات. كلاسيكيه الادمه كلاسيكيه نظامية. يعني تبع انه ابوك جاي من الشغل ما بدي اسمع نفسك، طب انه يعني انه بده ينام البابا بده ينام. ايه او نوم تقيل. لا لا انتبهوا انتبهوا انتبهوا، في شيء اسمه احترام للكبير. تماما. ومعلش في قيلولة بابا لازم انا اوطي صوتي بطريقة. بس بالمقابل وقت ابني بده ينام او وقت بده يعمل شيء انا بدي احترمه. تمام. يعني هي الفكرة انه متبادل. لا انا ما بقبل انه الاب نايم والولد عم بيصرخ وما عنده احترام. أكيد. ولا لامه نفس الشيء، بس بالمقابل. تماما. انا بدي يعني الاحترام ما بينفرد بينعاش، يعني انا بدي اعيش الاحترام مع اولادي لحتى هن يكتسبوه، يصير جزء من نفسهم. يعني مثل عفوا انا رح اقول شغله بسيطه، اذا اجى حدا مثلا ناطور البنايه مع كامل احترامي او عامل التنظيفات، وقت انا عم بعطيه شغله بدي اعطيها كثير باحترام. صحيح. لانه انا بحترمه لانسانيته، فبالمقابل انا ابني رح يقلدني، عرفتي كيف؟ فهو احترام الانسانيه لا ما له علاقه، بس انا احترام الطفل واحترامه لشخصيته واستقلاليته ومشاعره وافكاره هي اللي بتخليه يقوى ويطلع من البيت جاهز انه يواجه التنمر. هلا رح اعطيكم مثال، انه نحن وقت بيجي اجنبي ليحكي عربي اذا خربط بكلمه شو بنعمل؟ بنخشى من الضحك، بيقوم هو ما ببطل انه يحكي وما بيعرف انه شو صار. جربي روحي على دوله حضاريه وخربطي دغري بيصلحوا لك بدون ما يحسس، بدون ما يبتسموا حتى، عرفتي كيف؟ ما بيعود عندك خوف من انك تحكي، هذا شكل من اشكال التنمر اللي نحن ما بنعرفه، انه بنخشى من الضحك على الشخص الثاني اللي حكى كلمه غلط. وبس يوقع بالشارع. صحيح؟ هي لبس يوقع بالشارع انا عم شوف بيضحكوا. تمام. يعني بالنسبه لنا هي النصائح مدام رولا تكون وصلت لكل الاهالي فعلا لحتى نحافظ على اولادنا، نعزز ثقتهم بنفسهم، نحميهم من التنمر، وايضا ما نسمح لهم بانه يتنمروا على الاشخاص المحيطين فيهم. شكرا كثير لك وللمعلومات اللي قدمتي. العفو، اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك مدام رولا، وان شاء الله يا رب هدول اللي حكيتيهم هيك يقدروا. اليوم كانت مشتته شوي. هي كانت مرتبطه ببعض القصص لانه يمكن طبعا. يعني نحن دائما بنتمنى من خلال فقرات صباحنا غير ميسان انه نوصل هيدي الرساله اللي طبعا. لازم توصل للجميع يعني بطريقه بسيطه لبناء مجتمع، لبناء صحيح. مجتمع سليم بدنا نحافظ عليه بالنهايه. أكيد. نحن من لهذا المجتمع. أكيد. اكيد. شكرا كثير لوجودك معنا.